مشاهدينا السلام عليكم. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. القوات العراقية تسيطر على معظم أجزاء شرق الموصل وتتمكن من دخول جامعة الموصل. غارات جوية للجيش السوري تخلف 8 قتلى من المعارضة بريف إدلب الشمالي. خفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 800 مهاجر قبالة الساحل الليبي. وتتابعون أيضا في نشراتنا الاقتصادية. معدل التضخم في السلطنة يسجل ارتفاعا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.13%. وتتابعون في النشرة الرياضية. صاحب السمو السيد شهاب بن طارق يرعى حفل افتتاح كأس العالم العسكرية الثانية مساء يوم غد، والمنتخب العسكري يلاقي غينيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استعادت القوات العراقية 80% على الأقل من شرق الموصل، وذلك بعد 3 أشهر على بدء الهجوم لطرد مسلحي داعش من المنطقة. وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية دخلت جامعة الموصل وسيطرت على معظم أجزائها، فيما تواصلت الاشتباكات في الأجزاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش. وتعد استعادة السيطرة على الجامعة مكسبا استراتيجيا مهما، وستسمح للقوات العراقية بتقدم أسرع نحو نهر دجلة ثم البدء في استعادة الجزء الغربي من المدينة. قتل 26 يمنيا من الجيش اليمني ومسلحي أنصار الله في اشتباكات جديدة وغارة جوية وسط تقدم الجيش في مواجهة المسلحين بالقرب من مضيق باب المندب. وتشن القوات الحكومية وحلفاؤها منذ أسبوع هجوما لإبعاد المسلحين من منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب، ولا يزال المسلحون يسيطرون على كامل ساحل البحر الأحمر تقريبا إلى الشمال، ما يشكل تهديدا للملاحة الدولية. قتل 8 أشخاص على الأقل جراء غارات على ريف إدلب الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات طالت مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب وحماة. هذا ودخلت الهدنة في سوريا أسبوعها الثالث بالرغم من بعض الخروقات التي شهدتها، إلا أن الحكومة والمعارضة أكدت التزامها بالهدنة. وفي دمشق ساد الهدوء في منطقة وادي بردة غداة التوصل إلى اتفاق بين السلطات والفصائل المقاتلة، تم بموجبه دخول فرق الصيانة إلى نبع عين الفيجة لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء المعارك. في تركيا قتل جنديان وجرح آخران في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في ولاية بتلس جنوب تركيا. وتأتي هذه الاشتباكات في إطار العملية الأمنية الواسعة التي بدأها الجيش التركي بولاية بتلس في 12 يناير الجاري. وأكد الجيش التركي أن العملية الأمنية ستستمر حتى تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في عموم الولاية. وإلى أزمة اللاجئين، حيث أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 800 مهاجر كانوا على متن 6 قوارب مطاطية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي. مأساة إنسانية لا تتوقف رغم خطورتها وكلفتها التي تصل في كثير من الأحيان إلى فقدان الحياة. وها هم نحو 800 مهاجر أنقذهم خفر السواحل الإيطالي الذي قال إنهم كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي. هؤلاء المهاجرون هم ضحية مهربي البشر الذين ينشطون في ليبيا وانتهزوا فترة تحسن أحوال الطقس في وسط الشتاء للإبحار. وأوضح خفر السواحل الإيطالي أن سفينة تابعة له وسفينتين تديرهما منظمات إغاثة أرسلت لإنقاذ 6 قوارب مطاطية.
وقالت ماتيلد أوفيلينا المتحدثة باسم منظمة SOS ميديتريني التي تشارك في إدارة إحدى السفن إنهم ساعدوا قاربا خشبيا صغيرا يقل 16 شخصا معظمهم من نيجيريا، بينما تم إنقاذ 123 شخصا من قارب مطاطي في يوم آخر. وكان عدد قياسي بلغ 181 ألف مهاجر وصلوا عبر البحر العام الماضي إلى إيطاليا معظمهم من أفريقيا، ودفع أغلبهم أموالا لمهربين ليبيين من أجل السفر. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل: فنان نحت لبناني يجعل من أقلام الرصاص وسيلة يخط بها إبداعه. القوات العراقية تسيطر على معظم أجزاء شرق الموصل وتتمكن من دخول جامعة الموصل. غارات جوية للجيش السوري تخلف 8 قتلى من المعارضة بريف إدلب الشمالي. وخفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 800 مهاجر قبالة الساحل الليبي. أهلا بكم من جديد. في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة سلاح الجو السلطاني العماني، تشارك مجموعة من الطائرات المقاتلة التابعة لها في فعاليات التمرين الجوي المشترك الجسر الشرقي مع سلاح الجو الهندي، والذي ينفذ في جمهورية الهند الصديقة خلال الفترة من 14 إلى 22 من الشهر الحالي. المياه الصناعية مفهوم لا يدركه إلا ذوو الاختصاص والمهتمين، ويعتبر الماء الصناعي مهما لتشغيل وأداء المصانع إذ تحتاجه بعضها في خطوط إنتاجها. التقرير التالي يوضح مفهوم المياه الصناعية. المياه الصناعية عبارة ربما نسمعها كثيرا، لكن هل تختلف عن المياه الصالحة للشرب وما الفرق بينهما؟ للإجابة على هذا السؤال زرنا محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي لشركة مجيس للخدمات الصناعية، حيث يتم إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية بعملية التناضح العكسي لسهولة العملية وقلة تكلفتها وشهرتها العالمية. طبعا مياه الشرب اللي يستهلكها المياه الإنسان الآدمي اللي هي تتراوح بين 120 إلى 600 ميلي جرام بالليتر نسميها، فأي شيء من المياه أو خارج هذا المنسوب يعتبر مياه صناعية، فأقل من 120 ميلي جرام بالليتر نسميها مياه صناعية، وأكثر من 600 ميلي جرام بالليتر تعتبر أيضا مياه صناعية. طبعا تختلف استخداماتها، كل ما قلت منسوب هذه المياه الصناعية كل ما استخدمت في أبراج التبريد لأغراض التصنيع، وكل ما ارتفعت منسوبها راحت لأغراض أخرى من التصنيع. عملية التصفية تمر بثلاثة مراحل، تبدأ من وحدة المعالجة المبدئية لإزالة الشوائب، بعدها تتم تنقية العوالق الدقيقة في الوحدة الثانية، ليتم بعدها ضخ المياه إلى وحدة التناضح العكسي. استخدم المياه الصناعية في تشكيل المعادن وفي أبراج التبريد وفي تبريد المحركات في المصانع، ودائما جودتها تكون مختلفة عن مياه الشرب. في وحدة التناضح العكسي يتم فصل الأملاح والمعادن لدرجة الصفر من المياه لتكون المياه الصناعية، وهي تتميز بقدرتها على المرور عبر أنابيب دون أن تترك آثارا كلسية، وذلك للاستخدام في أبراج التبريد والصناعات المختلفة. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، محافظة شمال الباطنة. اختتمت في ولاية المصنعة فعاليات مهرجان محارة السنوي السادس لركبة العرضة.
المهرجان الذي استمر على مدى يومين شهد مشاركة واسعة من مختلف محافظات السلطنة. بين الماضي والحاضر ارتباط يتجدد بين الإبل وأصحابها، فهؤلاء الشباب يعكسون صورة من صور الحفاظ على هذا الموروث العماني العريق، وذلك من خلال المشاركة في فعاليات ركض عرضة الهجن بمهرجان محارة السنوي السادس. والله مشاركتنا احنا طيبة، معني بوش عرضة ودائما نشارك في كل مركض بعيد ولا قريب. قريب نمشي لراكبين وبعيد نحمل في سيارة، وذي مخلف يدني ويدادني وتراثا قابضين عليه وماخوذ ان شاء الله عنه من دام اني نقدر نثور وذي. اول حاجه ايجاد الابل الطيبه السلاله الجميله الذي هي تشارك في مركض العرضه، ثم ترويضها فتره يعني من شهرين او 3 شهور استعداد لمركض العرضه. قانون العرضه الركض ثنتين ثنتين ركض الحشمه، والاغلب عن ربيع يقبض. هذا السباق السنوي والذي يقام على مدى يومين شهد مشاركة أكثر من 300 ناقة من مختلف محافظات السلطنة، وسط أجواء يتعالى فيها صوت همبل الإبل. هذه عادة متوارثة أبا عن جد، وتوارثوها الأجيال ويتوارثوها الأبناء عبر المستقبل. طبعا ركض العرضة هو معروف ما يسمى بركض الحشمة، وتقام طبعا ناقتين تركض مع بعض واللي فيها زود تقبض على ربيعتها. تقام طبعا هناك فنون بما فيها مثل ما تقول العازي والونة والطارق، وللبوش بالذات يعني بوش العرضة الهمبل. الصغير والكبير لا حديث لهم إلا عن الإبل، فيأخذ الشباب من كبار السن المعرفة والمعلومات بكافة الجوانب المتعلقة بالهجن، وذلك من الخبرة الطويلة التي راكمتها السنين. ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة جنوب الباطنة. بدأ بولاية دما والطائين موسم تلقيح النخيل، وذلك منذ مطلع شهر يناير الحالي، حيث تعد نخلة النغال أولى أنواع النخيل ثمارا وأكثرها انتشارا في هذه الولاية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في كل صباح يبدأ الوالد حمود السابقي في مراقبة نخلة النغال في مزرعته ليستبشر بأولى طلعات ثمارها، وهو الموسم المنتظر لدى أهالي ولاية دما والطائيين، حيث يبدأ موسم التنبيت في مطلع شهر يناير من كل عام. النبات يبدي في آخر 12 إلى أول 1، لكن السنة هذه بدأ النبات هنا معنا في البيض تاريخ 5/1 بداية نبات النغال، ويستمر لمدة 4 أشهر. تبدأ عملية التنبيت بتنظيف النخلة الأم وإزالة كافة الأشواك والسعف الجاف منها لتهيئتها لعملية التنبيت، خصوصا إذا ما اتضح للمزارع أولى مراحل التنبيت التي يستدل عليها بانشقاق أو انفتاح عضق النخلة التي تندر بحاجتها للتلقيح، ويكون ذلك خلال الأيام الأولى دون تأخير. والله طلعت الحين نبت هذه النغال قب 1، استخدمت موسم عنقودي من نبات حل قب 1، وفيها قب 1 حاليا بس. يقوم المزارع بتقسيم الشماريخ الداخلية التي تحمل حبوب اللقاح إلى أجزاء صغيرة لوضعها في وسط عذوق النخلة بما يتناسب مع حاجتها، كما تختلف أنواع الفحال، وهي النخلة الذكر التي يتم استخراج منها نبات اللقاح حسب جودتها. هذا النبات الذي هو سابق في الفحال وكذي والنبتبة، هو النوع الأفحال ما كلهم واحد، شيء نوع زين وشيء نوع ما زين، لكن هذا النوع الزين نحن معنا في الوقت الراهن، الحمد لله مستمرين في النبات. نخلة النغال هي أول أنواع النخيل ثمارا في ولاية دما والطائيين، كما أنها تعد شعار الولاية لكثرة انتشارها في مختلف المزارع والقرى. إذن مرحلة تنبيت أو تلقيح النخلة هي أولى المراحل التي يستبشر بها الأهالي هنا، تعقبها مراحل متعددة، وبعد 4 أشهر تقريبا من الآن يبدأ موسم الرطب. أحمد بن محمد المعمري من ولاية دما والطائيين، محافظة شمال الشرقية. موعدنا مع الأخبار الاقتصادية مع الزميل طلال الكلباني. طلال، تفضل، إليك الكلمة. شكرا لك. أوربيك،
نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة سجلت ارتفاعا في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بمعدلات الشهر المماثل من العام 2015. معدل التضخم بالسلطنة سجل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.13% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. مؤشرات الأرقام أشارت أيضا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.66% والتعليم بنسبة 2.85%، أما المطاعم والفنادق فبلغت 0.48%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.93%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.42%، ومجموعة الاتصالات بنحو 3%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.45%. وعلى مستوى المحافظات شهدت محافظة ظفار معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.2%، يليها محافظات الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة، كما ارتفع المؤشر بمحافظة مسقط بنسبة 1.8%. بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي 30,850,000 برميل، وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى انخفاض معدل الإنتاج اليومي ب 1.76%، وأظهر التقرير أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج والبالغة 25 مليون برميل. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف ظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. أهلا بكم من جديد. بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي 10,964 شهادة، وشهدت وزارة التجارة والصناعة 51 شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة برأس مال تجاوز 88,292,000 ريال عماني، وذلك خلال العام الماضي.
نقلت الشركة الوطنية للعبارات خلال العام الماضي نحو 230 ألف مسافر على متن رحلاتها، محققة نسبة زيادة بلغت 7% مقارنة بعام 2015. وأوضحت الإحصائيات أنه تم شحن نحو 55 ألف مركبة خلال الفترة نفسها، مقارنة بشحن نحو 53 ألف مركبة في عام 2015. وأفادت النشرة الإحصائية الصادرة عن الشركة الوطنية للعبارات بأن خط شن مصيرة حافظ على ريادته كأكثر حركة على المستوى العام. في هذا الخبر نصل بكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية. المزيد من أخبار العاشرة مع الزميل موسى. شكرا لكم. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. شكرا لك طلال. التسامح والمحبة واللحمة الوطنية هي أساس العلاقة بين سكان قطاع غزة. هذه العلاقة انعكست على النمط العمراني بالقطاع، حيث يشاهد المسجد ملاصقا للكنيسة. عند عبورك أزقة البلدة القديمة بحي الزيتون وسط مدينة غزة، يفاجئك ذلك المشهد الفريد من نوعه. مسجد يجاور كنيسة، وجرس يقابل مئذنة في تناغم يعبر عن مدى أصالة الأديان. جسده معلم أثري مبني منذ مئات السنين، إنه جامع كاتب ولاية الذي يعتبر من أعرق المعالم التاريخية بالقطاع والملاصق تماما لكنيسة الروم الأرثوذكس. في غزة لا تعرف من هو مسيحي ومن هو مسلم، وعلاقتنا قوية جدا، بحيث نحن نمارس عاداتنا وتقاليدنا واحدة في زياراتنا، في الأعياد الرسمية، في الأحزان، في الأفراح، نحن نزورهم وهم يزوروننا. يعود تاريخ المسجد إلى العصر المملوكي، مع إضافات وتحسينات يرجع تاريخها إلى العصر العثماني، وتم بناؤه أيام حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون الثالث، وتعرض للهدم بعد فترة من بنائه، فيما أقدم أحمد بيك كاتب الولاية على إعادة بنائه، ومن هنا جاءت تسميته بكاتب ولاية، وما يؤكد ذلك تلك البلاطة الرخامية المبنية أعلى عتبة باب الجامع الشمالي. نحن في وزارة الأوقاف، يعني هناك لنا دائرة مستقلة تعني بشؤون المسيحيين، وهي دائرة فاعلة وتهتم بهذه الشريحة الموجودة في داخل فلسطين وخاصة في قطاع غزة، نتعامل معهم بكل حب. وفوق سطح المسجد الذي تمتد منه المئذنة يقابلها جرس الكنيسة الواقعة في الناحية الجنوبية من المسجد، وقد تم بناء هذه الكنيسة في عام 402، حيث دشنت باسم كنيسة أفدوكسيانا نسبة إلى الإمبراطورة أفدوكسيا، وبعد موت القديس سميت باسم كنيسة القديس بريفيريوس. تشهد حجارة هذا المعلم الأثري القديمة التي تبهر كل من شاهدها وتكفل له ملامسة عبق الماضي العريق لمدينة غزة، على مدى عمق علاقة المحبة والتآخي التي تربط المجتمع المسلم بالمسيحيين في حي الزيتون بغزة، ودليلا قاطعا على روح التسامح الذي تميز بها الدين الإسلامي. الحمد لله رب العالمين، تعيشنا كويس، يعني بنمرق على بعض، بودونا واحنا بنودهم، طبعا في مناسبة عندهم أي عزاء أي حاجة بنروح نودهم. أديان الله السماوية وكتاب محمد جمعهما مكان واحد في هدوء وتناسق، ليبين مدى السماحة والمحبة بين المسلمين والمسيحيين في مدينة غزة. منى حلس لتلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين. وننتقل إلى الأخبار الرياضية مع مازون الحسنية. مازون تفضلي. شكرا موسى. أهلا بكم مشاهدين. يرعى مساء غد الأحد صاحب السمو والسيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه،
حفل افتتاح كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم 2017، وذلك بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يلعب المنتخب العسكري يوم غد المباراة الافتتاحية أمام منتخب غينيا العسكري، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء. كما ننوه أن قناة عمان الرياضية سوف تنقل حفل الافتتاح بالإضافة إلى مباراة المنتخب العسكري وغينيا. وضمن إطار الاستعدادات لانطلاق فعاليات كأس العالم العسكرية الثانية لعام 2017، أقامت اللجنة المنظمة للبطولة عدة اجتماعات مع رؤساء الوفود الدول المشاركة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بانطلاق البطولة. في إطار الاستعداد لانطلاق فعاليات كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم 2017، زار ممثلو المجلس الدولي للرياضة العسكرية السيزم الملاعب وما تضمه من مرافق رياضية متنوعة، وقد أشادوا بما شاهدوه من جاهزية تامة لمختلف المرافق واهتمام من قبل القائمين على البطولة. احنا اليوم الذي يسبق يوم الافتتاح تم عقد اجتماع اللي هو الاجتماع العام. الاجتماع هذا طبعا تم مناقشة جميع الإجراءات الإدارية من استعدادات السلطنة ومن المتوفر ومن ما هي تحديات الفرق وما هي تحديات اللجنة المنظمة للبطولة، وكذلك ناقشنا بعض النقاط التي برزت من خلال أعضاء ورؤساء الوفود. كما كانت اللجنة الرئيسية المنظمة للبطولة قد تأكدت من جاهزية كافة المنشآت الرياضية والمرافق الفندقية الخاصة بإقامة الوفود والمراكز الإعلامية والطبية للوقوف على آخر الاستعدادات والجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث الكروي العالمي. لقد قمنا بزيارة الملاعب التي سوف تحتضن البطولة، واطلعنا على جميع المرافق الخاصة باللاعبين، كذلك الفنادق والمواصلات وهي جاهزة لبدء البطولة. كما أشكر اللجنة المنظمة على هذا التحضير الجيد والمتميز، واعتقد أنها سوف تكون بطولة ناجحة في سلطنة عمان. لمناقشة كافة التجهيزات والتحضيرات التي تسبق بدء فعاليات البطولة والتأكيد على جاهزية الملاعب والمرافق الرياضية وشرح لائحة البطولة، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعات مع رؤساء الوفود للدول المشاركة، وناقشت اللجنة الفنية والحكام كافة الأمور المتعلقة بالجوانب التنظيمية في مباريات البطولة. أبي نحقق شيء لمملكة البحرين ولقوى الدفاع البحرين، دعم المسؤولين كان لا محدود، فأقل شيء نقدمه لهم على الأقل نجيب نتيجة وايد زينة إذا ما حققنا البطولة. طبعا هذه أمنيتنا وطموحنا الأول فيها. إحنا ما شاء الله مو بطولة كرة القدم بس، البطولات الثانية اللي تقيمها طبعا السيزم مشاركين فيها وبجدية تامة، ونستعد لها فترات طويلة في الاتحاد الرياضي العسكري البحريني. ستشهد السلطنة انطلاق البطولة وذلك في حفل رياضي يشهده مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. إن استضافة السلطنة للبطولة يعد حدثا وطنيا، وسيعمل على تأكيد مكانة السلطنة على خارطة الرياضة العالمية. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، مسقط. ضمن مواجهات الجولة 10 والأخيرة للمرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى العماني لكرة القدم، أقيمت مساء اليوم 3 مباريات، حيث تغلب كل من السلام ونزوة على بوشر وصلالة بالتوالي، فيما تعادل مرباط أمام صور إيجابا بهدف لكل منهما. وقد تمكن السلام من كسب لقائه أمام بوشر بهدف نظيف، فيما انتهت مباراة مرباط وصور بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. أما نزوة فقد تفوق على صلالة بسداسية مقابل 3 أهداف. وبعد انتهاء المرحلة الأولى فقد تأهلت أندية نزوة ومرباط، السلام، السيب، المضيبي والمصنعة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لدور المحترفين، فيما سيلعب صلالة والاتحاد مباراة ملحق النزول للدرجة الثانية والبقاء في الدرجة الأولى.
وصل لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم وفي مقدمتهم لاعب أرسنال اللندني محمد النني ولاعب روما الإيطالي محمد صلاح إلى مطار بورت جنتل في الجابون، وذلك للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2017. يذكر أن المنتخب المصري لم يكن حاضرا في آخر ثلاث نسخ في البطولة، لكن المصريين يعولون على نجوم منتخبهم في هذه البطولة كثيرا، ويأمل النجم العائد من الإصابة محمد صلاح أن يساعد منتخبه في تحقيق إنجاز مصر. الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يستهل منافسات البطولة بلقاء مالي يوم 17 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة. أكمل لاعبو ريال مدريد الإسباني استعدادهم لمواجهة إشبيليا، وذلك ضمن الدور الإسباني لكرة القدم يوم غد الأحد، حيث ستكون هذه المواجهة قمة بين الأول والثاني في ترتيب الدوري الإسباني. وإذا فازت إشبيليا في المواجهة فإنها ستقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ريال مدريد. وإلى الخبر الأخير، حيث فاز المصنف العالمي 34 جيلز مولر من لوكسمبورغ باللقب الأول في مشواره الذي يعود إلى 16 سنة في التنس، وذلك حين توج بلقب بطولة سيدني الدولية للتنس. إذن مشاهدينا انتهت النشرة الرياضية، وعودة إلى الزميل موسى اللواتي. شكرا لك مازون. بعد سنوات قضاها في مهنة النحت والخط، تمكن فنان لبناني من توسيع موهبته ليجد من رصاص الأقلام وسيلة يخط بها إبداعه في حفر الأسماء والأشكال عليها. في قرية ببنين في شمال لبنان، وجد فنان طريقة جديدة للتعبير عن موهبته في النحت، حفر الأسماء والأشكال في رصاص الأقلام. وقضى نعمان رفاعي سنوات في إتقان فن النحت والخط قبل اكتشاف شغفه وموهبته الجديدة. فأنا كنت أنحت على الخشب وعلى الصخر، وكنت بنفس الوقت خطاط أعمل لافتات للزبائن. حسيت انه هذا الشيء ما بكفي، لازم احول المهنه الى هوايه، فاعتكفت على الخط العربي وطورت الخط العربي حتى وصلت لمرحله ان يدرس خط عربي بالمدارس. وخطرت فكره النحت على اقلام الرصاص على ذهن رفاعي عندما شاهد فنانين يحملون صور اعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، واستغرق الامر منه نحو عام حتى قرر ان يقوم بالمحاوله. وبعد محاولته الأولى لإعادة تشكيل الرصاص، عرض اثنان من أقلام رفاعي في أحد المعارض ونال الاستحسان، لذلك واصل عمله إلى جانب مهنته كمدرس. ويقوم رفاعي بالنحت على أقلام رصاص بعرض مليمترين وأربعة وستة مليمترات، ويبيع كل نحت على الرصاص مقابل مبلغ يبدأ من $100 أمريكي في حالة نحت الاسم، ويصل المبلغ إلى $500 إذا كان الزبون يرغب في شكل محدد. ويستغرق الأمر منه بضع ساعات لنقش اسم في الرصاص، فيما تستلزم الأشكال والصور عملا على مدى يوم كامل. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. القوات العراقية تسيطر على معظم أجزاء شرق الموصل وتتمكن من دخول جامعة الموصل. غارات جوية للجيش السوري تخلف 8 قتلى من المعارضة بريف إدلب الشمالي. وخفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 800 مهاجر قبالة الساحل الليبي. وفي ختام النشرة هذه، تحيات فريق العمل من مركز الأخبار، إلى اللقاء.